السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على باب الحوائج ساقي عطاشا كربلاء. السلام عليك يا مولاي يا كافل الحوراء زينب. السلام عليك يا مولاي يا ساقي عطاشا كربلاء أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الثانية ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس منبرية، أو أول فقرة عندنا إن شاء الله فقرة الأوزان الشعرية وتفعيلة الشعر. وهالليلة عندنا إن شاء الله وزن من الأوزان الجميلة، الأوزان البسيطة، الأوزان اللي حقيقة سهلة الكتابة وسهلة القراءة. اليوم إن شاء الله راح ناخذ وزن العقيلي، وزن جدا بسيط. وزن العقيلي شعريا يعد هو الوزن من الأوزان الشعبية القديمة التي أكثر ما استخدمت في رباطات الهوسة، يعني قفل الهوسة من وزن العقيلي، وإن شاء الله راح نعطيكم مثال بعد قليل. هو استخدم في رباطات الهوسة ودخلت كذلك في قوالب القصيدة الشعرية الشعبية، المربعات والعمودي، وحتى التفعيلة نفس التفعيلة كانت. أما في المنبر فقد كتب العديد من القصائد المنبرية على هذا الوزن، وخصوصا في الإيقاع المنبري السريع، يعني يقرأ العقيلي في النزلة، يعني أكثر شيء يقروه في النزلة، الذي يكون بطبيعة الحال في النزلة وخاتمة العزاء. وكذلك دخل وزن العقيلي في القصائد الرئيسية أو في المستهل أو في الجسد، يعني نستخدمه أما نكتبه كطريقة مستهل، أما بالنصوص يكتب العقيلي. أما من ناحيته نسبة، يعني نسبة إلى بحور الشعر العربي الفصيح، وزن العقيلي يكتب على تفعيلة بحر المتدارك أو يسمى ببحر الخبب، وهو بتفعيلتين، الأولى فعل 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 فعل، والثانية فاعل 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 فاعل. أما في الشعر الشعبي يكتب، يمكن أن تكتب بتفعيلة مفعولتان مفعولتان، يعني الشعبي يختلف عن الفصيح، ولأنه وزن خفيف وسريع تجد أغلب الشعراء يكتبون القصائد الحماسية على هذا الوزن. وعندنا استخدام كثير وكثير قروا الشعراء وعفوا الرواديد، واستخدموا هذا الوزن يعني حتى في السابق مع الرواديد القدامة، قرأ الملة المرحوم عبد الرضا بطريقة النزلة، قرأ احنا اليوم إن شاء الله راح نقرأ بطريقة نزلة
ونقرأ بطريقة أساسية ونعطيكم المثال للقفل، قفل الهوسة مثلا. يعني أقرأ لك الهوسة واسمع القفل، وأقرأ لك القفل على طريقة اللطم. مثلا يقول الله يقول المضيف يفتح باب لو جيته، هاي الهوسة. وأنا بجية الكرار جدار البيت شقيته، منو يسوي للخطار يشق الجدار من بيته؟ بس الله الحيدر سواه. بس الله الحيدر سواه. هذا من وزن العقيلي. راح نقرأها بطريقة النزلة مثلا. بس الله الحيدر سواه، بس الله الحيدر سواه. هذا قفل الهوسة. كل الهوسات تقفل، يعني خصوصا هذه اللي طريقة تكتب بهذه الطريقة يقفل بالعقيلي. هسه راح نقرأ قصيدة، قرأ لكم ياها نزلة وقرأها أساسية. شنو تردون؟ أنا إن شاء الله راح أطبق لكم حتى يكون سهل عندك وزن العقيلي. راح نقرأ العقيلي بالنزلة مثلا. عباسي القوم ينادونه، عباسي القوم ينادونه، ظنهم عن دربه يحرفونه، وعباسي القوم ينادونه، قال وعوف حسين بحاله، لتجيب الماي لأطفاله، ظنهم يتقبل هالحاله، هاجي وجد حت نار عيونه، وعباسي القوم ينادونه، ترضوني لزينب ما اوفي، ولو تتبتر هاي جفوفي، ولا تاخذهم نبلة شوفي، والبيرغ المن ينطونه، وعباسي القوم ينادونه. هاي قرناها بطريقة النزلة. تريد تقراها مقدمة؟ شلون تقرا المقدمة بوزن العقيلي؟ مثلا راح نقرا غير كلام. مثلا يومك يا الزهرة مبكينا، نار عتابي تشبت بينا، الله يعينك يوم العصر تشوفين عتابك ميت وجره، تصرخ ايتامك بالحسره، ضلعك بالباب مكسرينه، يومك يا الزهره مبكينه، نار عتابك شبت بينه. هاي تقراها، تريد فتحات عزة. طبعا انا انصح الشباب المبتدئين اذا اريد يقرا العقيلي، جدا سهل وجميل، وحتى بالكتابه سهل، باللحن مالته سهل. شنو تريده يصير بعد؟ شنو اللي قرا، يعني اللي انقرا؟ عندنا المرحوم حمزه رحمه الله على روحه قرا الميمر، يعني بعد الميمر، من يقرا الميمر اذا منتبهين يقرا الميمر، وش يقرا وراه؟ مثلا زينب من الخيمة طلعت بيديها، جودي ونخت راعي العالم واليها، لن قمر هاشم عونيكي ناديها، وبكف الراية المنشورة، وبكف الراية المنشورة. هذا عقيلي بس القفل، الباقي ميمر. هذا وزن شرح، يعني كملنا الشرح مال وزن العقيلي. يقرا فتحة عزة، ينقرا أساسية، يتدخل داخل القصيدة بالجسد، أو يقرا المستهل مالته، بس مستهل مثلا، يخلي مستهل عقيلي والنصوص يخليها تجديبة موشعة شيء. أي سؤال أي استفسار موجود إن شاء الله البث المباشر
على صفحة الفيس، وإحنا بخدمتكم شعراء ورواديد، وإن شاء الله راح ننتقل إلى فقرة المقامات الشعرية أو المقامات النغمية. إن شاء الله راح نتوكل إن شاء الله، إن شاء الله راح نشرح لكم على المقامات إن شاء الله. يا أبا عبد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم إن شاء الله راح إحنا آخر الأسبوع اللي فات كان آخر شرح للمقامات. هن في المقامات الأصليات، إذا تريد تجمع المقامات بكلمة واحدة، صنع بسحرك. الصاد صبا، النون نهاوند، العين عجم، هاي صنعة. إيش قلنا؟ صاد صبا، النون نهاوند، العين عجم. بسحرك الباء بيات، السين سيقا، الحاء حجاز، الراء رست، الكاف كرد. انجمعت جميع المقامات بكلمة واحدة، صنع بسحرك. آخر مقام الأسبوع اللي فات شرحناه مقام الرست. اليوم راح نتكلم إن شاء الله ما يخص المنبر، وخصوصا القعدة. أوعدنا القعدة النجفية والقعدة الكربلائية، وإذا عدنا وقت إن شاء الله راح نتطرق إلى فروع المقامات، نأخذ فرع بسيط. وأنا عندي قصيدة إن شاء الله راح نأخذها من أصل مقام، هي فرع نذكرها ونأخذها من أصل مقام. طبعا النجفية، القعدة النجفية كلها تعرف طريقة قراءة القعدة النجفية. دائما تكون القعدة النجفية قعدة حماسية، المستهل مالها يكون حماسي والجمهور يكون مع الرادود. أكثر القعدات مثلا تتكلم عن السياسة، عن الثقافة، عن مسيرة الحسين. أكثر القعدات مو مال دمعة، يعني يستخدموها في النجف، يستخدمون القعدة لغرض التوعية. احنا اليوم راح ناخذ طريقة من النجف وطريقة من كربلاء. عندنا قصيدة ملا ماهر الشبلي والشاعر صباح الأمين، الله يعطيهم صحة وعافية، أحسين وبعده على المذبح. طريقتهم شلون يقراها؟ انتبه لطريقة المستهل، يعني كأنما جاء يقرأ هوسة أو يقرأ فتشي فرح، لكن من يدخل بالنصوص يتغير. نتوكل إن شاء الله ونسمع طريقة القعدة النجفية. حسيني وبعده على المذبح، ينزف دم إلى الآن، ما رادك نبي تصبح، رادك تصبح إنسان. حسيني وبعده على المذبح، ينزف دم إلى الآن، ما رادك نبي تصبح، رادك تصبح إنسان. تشبه عابس وجون بخيام اللي يخدمون، تشبه عابس وجون بخيام اللي يخدمون. رادك تصبح إنسان، رادك تصبح إنسان. ما يموت حسين خالد مثل دم الخضر دمه، واقف بأرض الشعائر وراية العباس يمه، مسح دم عيون بيها وشاف ياه اللي خدمه، أشراف شاف بخدمته، أبطال حملت رايته، بهاي الشعائر وقفته ينطي اللي يستحق اسمه. مو بس موسم الخدمة يظل العفة عنوان، رايد من حمل اسمه يظل العفة عنوان. مو بس موسم الخدمة، مو بس موسم الخدمة يظل العفة عنوان،
ودرب أفضل النجدين، كل ما رايد حسين رادك تصبح إنسان، رادك تصبح إنسان. هاي الطريقة النجفية اللي يقرون بها أكثر الرواديد، وطريقتهم جدا جميلة، وتكون الشد المجلس والشد الناس الموجودين. يعني أغلب الرواديد يقرون هاي الطريقة اللي هي نقول إحنا حماسية أو طريقة الشد للمستمعين. طبعا هاي القصيدة من مقام البيات، لكن ليس البيات البيات، وإنما فرع من البيات هو الدشت. طبعا مقام الدشت مقام جدا جميل، وبيعرب وبتصرفات وبطرق جميلة. احنا راح ناخذ فرع البيات، فرع الدشت من البيات، نقرأ لكم اياه، وبعدين نروح لمثال قصيدة القعدة الكربلائية، وكلها تعرف القعدة، بس لكن احنا نمثل او نعطي مثال حتى تكون واضحة للمستمع للمشاهد. البيات شلون يقرأ طريقة البيات، اسمع طريقة البيات. هسه انا اقرأ هذا نفسي تقرأ بطريقة نعي. أحسين وبعد المذبح ينزيف دمع إلى الآية، ما رادك ما رادك نبي تصبح، رادك تصبح إنسان. هذا الدشت من البيات، فرع من البيات. طبعا الفروع جدا كثيرة، احنا ردنا ناخذ المقامات الأصلية، وبعد ذلك إن شاء الله نعرج على الفروع، يعني نحاول أنه كل حلقة نذكر فرع. مقام البيات، وهذا فرع من البيات مقام الدشت، فرع من البيات جدا جميل، يقرأ بالمحافل، بالمواليد، بالحزين، بطريقة آذان، بطريقة قراءة قرآن، جدا جميل. مقام قلنا الدشت من البيات، وهاي القصيدة حسين وبعدك على المذبح هي من مقام البيات، لكن ليس البيات البيات الأصل، وإنما دشت فرع من البيات. الله يبارك بكم. احنا اليوم أخذنا مقام باعتبره، أو راح ناخذ طريقة القعدة، أخذنا النجفية وراح ناخذ الكربلائية، وأنا وياكم إن شاء الله ناخذ قصيدة معروفة. طبعا القعدة الكربلائية تمتاز بشو نقول احنا، بحنية، بدمعة. احنا نستغل القعدة للتوعية، لكن هم نريد دمعة. أكثر الناس مثلاً يقول لك أنا بالقعدة الناس تكون مركزة على الملة، مركزة مثلاً شلون يقرأ الملة، شو يريد؟ يريد الدمعة مثلاً، يريد الدمعة من الناس، لأن وقت اللطم صراحةً واحد ما ينتبه مثلاً على الكلام قد ما أنه جالس. القعدة احنا عندنا لا مصيبة، وبيها دمعة وبيها توعية. النجف قلنا أنه يعني أكثر قصائدهم سياسية ثورية. راح ناخذ هاي دار النوايب، طبعاً قعدة جداً جميلة، وهي هم كذلك من مقام بيات. أنا حتى ما نطلع من الموضوع، أن يعني أول مقام انطينا مقام البيات، خلصنا المقامات نرجع إلى مقام البيات وفروع البيات. أول اعطيناكم فرع الدش. راح نقرأ هاي دار النوايب إن شاء الله. هاي دار النوايب عتبوها وعلى حالي العقيلة ناشدوها، هاي دار النوايب عتبوها وعلى حالي العقيلة ناشدوها، لا خيام ويتلوذ بيها ولا زلم ويتحن عليها، شلون بامرين يتامى صبروها، هاي دارين و
الغايب عتبوها صيحوا بالله وياي صيحوا يا هل دار الله أكبر صار بحلك خبريني او يا فلك وضعه تغير او يا مصيبه مردت قلبي وثرت حسرات اكثر بالدميع خطت لي صور وتصورت كل ما سدار او شاهدت محني الظهار وبمصايبها التعثار والحضام هل دهار شي طح بديها غير نخوة قرايب هوليها والحضام هل دهار شي طح بديها غير نخوة قرايبها وليها يا العلي والله ثجيلة وقفة تلتل على العقيلة صيح وين اخوتي وما يجاوبوها هاي داري النوايب عتبوها هاي طريقة القعدة الكربلائية والقعدة النجفية ذكرنا لكم المثال الأول وانتبه للفرق بين القعدتين وين تلقى الدمعة وين تلقى التأثير إن شاء الله هو كله في مصب واحد لكن القعدة الكربلائية تختلف عن باقي المدارس كونها بها دمعة وبها تأثير وبها كل شيء اللي هاي القصيدة هاي دار النوايب من مقام البيات والقبلها قصيدة ملا ماهر يعطي صحة وعافية كانت نعم من البيات لكن فرع من البيات من مقام هدشت الآن شرح المرحلة الثانية وشرح المقام والقصيدة والقعدة أكملناها إن شاء الله عندنا فاصل قصير نروح إن شاء الله ونرجع وياكم إلى هوية خادم من خدمة أهل البيت يا اهلا وسهلا وحي الله من يشاهدنا وحي الله من يتابعنا وهذا البرنامج اللي حقيقه هو يعني وضع هذا البرنامج لخدمه الحسين للشباب الشعراء الرواديد الناعي كذلك استفاد من طريقة القراءة من طريقة وأنا خادمكم وإلي الشرف أنه أنطي شيء بسيط يخدم خدمة الحسين وأنتم متفضلين علي اللي يتابعني واللي ياخذ يتعلم المقام هو مسوى علي الفضل ليس أنا خادم وأتمنى أخدم أصغر خادم من خدمة الحسين بخصوص المقامات وبخصوص كل شيء إن شاء الله اليوم احنا راح نذكر خادم من خدمة أهل البيت شاعر وملة وله عديد من الكتابات وحقيقة يعني ما يمر محرم إذا ما يقرون أبياته وما يمر محرم إذا ما ينذكر هذا الشخص خادم الحسين اليوم نتكلم عليه من دولة البحرين الشقيقة راح نذكر اليوم خادم الحسين الملة عطية الجمري رحمة الله على روح هذا الخادم المخلص اللي حقيقة إلي الشرف أنا أنه أذكر خادم من خدمة الحسين اللي حقيقة خدم في وقت جدا صعب كانت يعني الدراسة أو في زمن يعني صعب بالتعليم حقيقة اليوم نتكلم عن خادم الحسين ملا عطية الجمري هو الخطيب والشاعر ملا عطية ابن علي ابن عبد الرسول ابن محمد ابن حسين ابن إبراهيم ابن مكي ابن الشيخ سليمان البحراني الجمري نسبة إلى قرية بني جمرة يعني سمي الجمري لأن هاي القرية اللي يسكنوها بس بني جمرة قرية بني جمرة وهي قرية كبيرة تقع
في القرن الغربي الشمالي من مملكة البحرين. ولد ملا عطية في قرية بني جمرة في جمادي الثانية عام 1317 للهجرة. في سنة 1899 ميلادية. شو وقت كانت ولادته؟ صادفت وي ولادة سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هنيئا لك يا خادم الحسين يا عطية الجمري، هذه المنزلة اللي اجت ولادتك وولادة مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام. يقولون كانت يعني مسير أو طريق عطية الجمري جدا كان صعب، لأن الزمن اللي كان فيه يعني صعب الدراسة وصعب، يقولون درس القراءة والكتابة، هي القراءة والكتابة صعبة كانت في ذاك الوقت. تعلم القراءة والكتابة بعد ذلك يعني إلى هواية كتابة الشعر، وبدأ بكتابة الشعر. لما كان يكتب الشعر كان يلقيه يقريه، يعني يقرأ الأبيات اللي يكتبهن. حقيقة يعني الله سبحانه وتعالى اللي ينطي موهبة إلى شخص أنه يكتب أبيات بهذه الطريقة الجميلة، أنه توفيق من فاطمة الزهراء. يقولون واصل مسيرته عطية الجمري حتى بعد ذلك توجه إلى المحمرة حتى يكمل مسيرته الحسينية بالخطابة. لكن شلون كانت الخطابة؟ يقولون قرأ في حسينية الفرساني. في ذلك يعني القراءة مالته مو قراءة كخطيب، يقولون كان يسموه صانع. صانع شلون صانع؟ يعني كل ملة ياخذ وياه مساعد، فكان بدايته مساعد لأحد الخطباء مثلا المعروفين. فحقيقة استمر بالقراءة والكتابة. كان اللي يقرأ وياه الملة الجمري اسمه الملة جلو، ملة جلو في ذلك الوقت. نقل لنا الحفيد، حفيد ملا عطية، يقول الشيخ فاضل فتيل الجمري يقول أنا التقيت في سنة 1999 بأحد الخطباء واسمه الشيخ محمد علي في دولة قطر. لم يكن يعني ما كان يعرف أنه أني حفيد ملا عطية الجمري، وكان يقرأ مجلس في منطقة سموها المنصورة في الدوحة. في تلك الليلة قرأ على العباس عليه السلام وجاب أبيات ملا عطية الجمري. يقولون وبدأ على المنبر، وقف على المنبر وبدأ يبكي، يعني بكاء غير عادي، بصريخ يعني. فمن كمل المجلس قالوا له شيخنا أنت اليوم تفاعلت بهذا، ها، وجاب الأبيات. بعدين أذكر لك الأبيات اللي عطية الجمري. قالوا له أنت تفاعلت بهذا المجلس وقفيت وقمت تبدي يعني بالبكاء الغير طبيعي. فقالهم يقول كأنما أنا في عالم الرؤية، اجتني مولاتي فاطمة الزهراء وقالت لي أنت ليش ما تقرأ على ولدي العباس. يقول قلت لها أنا توني قاري على العباس. فقالت له لا، أريد أبيات ملا عطية اللي يجلس الحسين عند أبي الفضل العباس، أريد هاي الأبيات. قالها والله أنا ما أعرف هاي الأبيات، لكن إن شاء الله أعرفها. بعد شنو؟ فقالها يعني بالحلم كأنما، قالها مولاتي أنا صوتي تعبان وكثرة قراءة. قالت له إن شاء الله تقعد ما بيك شيء. فيقولون لما استيقظ الملة أو الشيخ يقول بدأ بالاتصالات، يقول أنا موجود ما سألني، حفيد ملا عطية يقول ما سألني على أبيات، يجوز أقل له هاي بعد ما أنه نزل من المجلس. فاتصل بأحد الإخوان في دولة البحرين وقال له أريد منك الأبيات اللي على العباس مع الحسين. فيقولون ردال الأبيات ردال هي بالموبايل. فيقول لما قراهن بدون كتابة قرأ الأبيات كلهن، وسبحان الله صوته كأنما ما قارب فضل مولاتي فاطمة الزهراء. الأبيات يقول بيها يعطي الجمري قل لي يا أخوي أبو الفضل وين الجفوف، قل له تراها تقطعت ما بين الصفوف. هاي الأبيات اللي طلبتها مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام. بعد ذلك ملا عطية الجمري عنده طبعا دواوين كثيرة، عنده
الجمرات الودية، وعده ديوان. هذا الديوان يقولون كل كلامه يعني المكتوب، كل الكلام المكتوب بالطريقة العراقية يعني اللهجة العراقية. منها شنو الأبيات اللي قايلهن؟ يقول هالنومة يا أبو فاضل بشاط العلقمة خلها. هسه لما تسمع هذا الشعر تسمع شعر عراقي. هالنومة يا أبو الفضل بشاط العلقمة خلها، وهاي النوق دنوها المحامل قوم عدلها، وهاي عزيزتك زينب دعدل ستر محملها، وهاي عزيزتك زينب دعدل ستر محملها. طبعا هذا النفس وهذا الشعر نفس يعني حقيقة عراقي. طبعا الأرقام موجودة، اللي يحب يشارك يتصل ونكمل وياكم إن شاء الله. الإخلاص أهم شيء. عطية جمر كان مخلص، مخلص للحسين، مخلص لفاطمة الزهراء. وأكو سنة من السنين يقولون مكتوبة مذكرات الجمري، يقول حصلت على شكر منين الإمام، يعني الملا عطية الجمري حصل شكر من الإمام الكاظم سلام الله عليك يا مولاي. يقول في سنة من السنوات يقول توجهت إلى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام، وكتبت القصيدة المعروفة الصايرة بالجسر هاليوم، والخلق وخلق الله تجي وتروح. اجى بن سويف بن سويد يتنشد ومن عينه الدمع مسفوح. يقول ذكر يعني في المذكرات ان في تلك الليله في عالم الرؤية انه جاء ملا عطية انه دخل الى ضريح الامام الكاظم عليه السلام، ولما وصل الضريح شاف الرجل اللي يكنس داخل الضريح. يقول اشوف الرجل يكنس لكن الصحن متروس اموال، يكنس بالاموال بالفلوس. فكانما ذلك الشخص اللي يكنس سأله قال له أنت ملا عطية الجمري؟ قال له نعم أنا ملا عطية. قال له الإمام الكاظم سلام الله عليه يشكر على هذه القصيدة اللي ذكرناها. طبعا توفي ملا عطية طبعا في الهند رحلة علاج، كان سافر إلى الهند في رحلة علاج 30 شوال 1401 هجرية، وثلاثين آب سنة 1981، ودفن في مسقط، في مسقط رأسه، دفن في مسقط رأسه في بني جمرة. وهاي قصة خادم أهل البيت ملا عطية الجمري. وعندنا اتصال أبو حوراء من واسط، ونقول لك حياك الله وأهلا وسهلا بك يا أبو حوراء. السلام عليكم. ولا عليكم السلام، حياك الله ابو حوراء، شلونك؟ حيا الله نباك، ان شاء الله نهنيكم ونبارك لكم بعيد القدير تنصيب الولايه امير المؤمنين. الله يحفظك يا طيب، شلونك؟ شلون صحتكم؟ الله يخليك. الحمد لله. شلونكم شيرين ان شاء الله؟ واحنا بخير ما دام مجاورين الحسين ان شاء الله نسال عنكم ان شاء الله. موفقين موفقين، هاي نعمه كبيره، نعمه كبيره من الله سبحانه وتعالى. الله يرحم والديك. ايش عندك اليوم مشاركه؟ انا عندي بيت ابو ذيه خو، والبيت ابو ذيه مو انا مسموع، هو قديم بس انا اقراه اريد افراح. اقرا يا الله احنا نسمع يا الله. ولا مال ولا مال ولا مال تفوح عطور فرصتنا، لا مال تفوح عطور فرصتنا، ولا مال ولا مال وقلبنا بحب على ثابت، ولا مال قلبنا بحب علي ثابت ثابت، ولا مال بساعة ولا ولد يرفع، ولا مال بشاع ولا ولد ينفع، ولا مال ولا مال ينفع حب علي حامل حمية،
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. ينفعك ينفعك حب علي حامل حمية الكاف التماضي. علامات يقول بياد حسين الماطف نوره حسين الماطف نوره ونوره ولا ما مات وعليه قلوبنا مخزنة عليك يا ابو علي عليك قلوبنا مخزنة ولا ما مات فينا اهلي الحسد عذلت يوم الاخويا فينا 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 اهل الحسد عذلات ولا مات ولا مات وملامتهم محبه ذي يا صلوات. حسين طيب الله انفاسك ابو حوراء جواك الله. وان شاء الله الحسين يحفظك بجاه ابو فاضل. هاي الطريقه اللي قرات بيها من مقام البيات. ان شاء الله ويعطيك العافيه بجاه الحسين عزيز. تسلم حبيبي ابو حوراء. سلمنا على اخواننا واهلنا الله يحفظكم. الله يبارك فيك ابو حوراء رحم الله وجهك. راح اقرا لكم ابيات للجمري بالطريقه اللي انقرت احنا نسموها الطريقه هي هو الوزن فائزي لكن الطريقه بحرانيه. نقرا انا وياك ان شاء الله واسمعوا الابيات. رحمة الله على روح خادم الحسين ملا عطية الجمري. سور الحرم يا حسين لا تجذب الونات بلكت يا عزنا من الحرام تهدأ الرنات ودي اوصل مصرعك وانشتيل وياك لكن شبيدي لازمه ذيالي يتاماك لو يقدر السجايات ينهض كان جيناك خدك نوزد بالدمع ونغسل الطبرايات تدري الغربة تضعضع عزوم الرجاجيل وانا وحيد وعايله ومجبل علي ليل وخوفي ضعنا من الصبيح من كربلا يشيل وتظل عاري بهالفلا واحنا ضعيفات قالها بلا تجهيز لازم يتركوني وباشر تمر بي الضعينة وتنظروني وانتو خواتي كان ردتوا توصلوني مجبل عليك الليل جيب الفاطميات. رحمة الله على روحك يا ملا يا عطية الجمري. وعندنا اتصال من الناصرية علي رزاق. حياك الله أبو حسين. انقطع الاتصال. علي رزاق من الناصريه يسمعني. السلام عليكم. حياك الله اخوي صوتك جدا ناصري. شلونك؟ حياك الله سعد رزاق العلي من الناصريه. حياك الله اهلا وسهلا. حيا الله الرادود شعر الرادود. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم زد وبارك. كل عام وانت بخير استاذ. سعد الله ايامك. بالبيعه الغديريه الله يرحمه ونهني الشعب العراقي ومراجعنا العظام
واولا اريد اهديكم بيت لامير المؤمنين ثم بيت للامام الحسين قبل بدايه عاشور ان شاء الله. يا الله يا الله. نسمع نسمع. علي صار يا عاد الجوز لا تسأل يا عاد الجوز لا تسأل علي صار يا قلب تمسك بحبهم يا مولاي يا مولاي يا قلبي تمسك بحبهم علي صار علي صار مبروك مولانا. انقطع الاتصال ونتمنى يعاودنا الملا والشاعر نتمنى يعاودنا ونتمنى انه نسمع اصوات خدمة الحسين لان هذا البرنامج حقيقة هو يخص الشعراء ويخص الرواديد ويخص الناع على الحسين لان حقيقة استفادة من المقام من تحويل من مقام الى مقام اخر كل هذا اذا كانت عندك الثقافة احنا نقول المقامية راح تتمكن من القراءة وتتمكن من تلحين القصائد. أتكلم اليوم إن شاء الله أني عندنا وقت إن شاء الله نتكلم بخصوص أيام محرم اللي بعد 10 أيام ندخل 1 محرم إن شاء الله وأعرف إن شاء الله كل خدمة الحسين شعراء ورواديد مستعدين لهذه الأيام لحقيقة هذه أيام لا تعوض أيام الحسين وأيام فاطمة الزهراء تحضر العزاء وتحضر المجالس. أنا أستغل هذا الوقت ونأخذ اتصال عباس من كربلاء. حياك الله عباس. لا عاد قلبه شيخني حفظك الله الله عديمك. يا أهلا. أنا أتشرف بيك وأتشرف أنه حكيت وياك وسمع صوتك. على رأسي يا أبو خضير رحم الله والديك. إن الشرف عاد قلبه. الله يحفظكم. يسلم رأسك يحفظك الله خدام الحسين الله يديمك الله يحفظك. حبيبي عندك مشاركة؟ بعد قلبه لا والله عندي استفسار يمكم. أي تفضل. أي حفظك الله. أكو دروس منبرية للنساء. دروس منبرية للنساء. إحنا هو هذا نفسيته نفس البرنامج. إذا تريد تستفاد من القارئة أو الملاية تقدر تستفاد منه. إحنا موجود على اليوتيوب كل جميع الحلقات من مقام الأول بيات أشرح به النعي وأشرح به القصائد وراح تستفاد منه الرادود والملاية وكلهم يستفاد منه. فهو هو عام يعني ماكو يعني نساء وكو رجال. عرفت قصدي شنو بالضبط؟ زين زين أقصد مكان معين يعني النساء تدرس به. والله احنا ما عندنا مكان معين ندرس به. كانت عندنا في كربلاء هيئة شو شعراء ورواديد وكانت عندنا يعني نطي به دروس ونطي به أوزان شعرية فقط للرواديد يعني لا مو للنساء. فنعتذر منك وخدمتكم احنا بخدمتكم يعني واي استفسار بخدمتكم اي سؤال بخدمتكم. يا الله استقبل اتصال يعقوب من الناصرية. حياك الله أخي يعقوب. حيا الله الناصرية. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. شلون صحتكم؟ شلون أحوالكم؟ يعقوب من ميسان. من ميسان. من ميسان. حيا الله أهل العمارة بعد ماكو فرق الناصرية وعمارة وبصرة هم واحد إن شاء الله. حبيبي عندك مشاركة عندك شيء قراءة استفسار أي شيء بخدمتكم. والله عندي مشاركة. نفضل نسمعها. ايه بلل ايه نعم نسمع. للحومة وتحت الصحراء تغليها لفني تستر ضغوط ما فيها لطب على الجيشان وقيتها ومسيها طب فني تدر الحاجة الثانية. نعم. تشيل جبال خان رافعات وعدو الروس منها اليوم اخذ بيها. نعم. الطف كل راشد ويرجي في الميدان على ابن اختي القمر ورفعات تدريها. استنقذ فيهم ما استنقذ ذلك تمد بالعرض حيث النحاس نعم. لجن ذلها الزلم والروس تنقذهم. مثل خاله على القنطره تويها. أطبنيهم مثل طبت على أهل الباب
لحنا جيان بعد جيان تحكيها طحنك تطفل من الفيلم بختار وقلب الحوم وحطف حساوية صحة وحمزة هذا هو علي الكرام قد ما شف من السر بسنه وعليه يوم خصم دولنا عن المتاع الأعضاء كايمت أجيبة ظروف أدوية عاشتيدك عاشتيدك. اقول لك حبيبنا الغالي شلون استعداداتكم الى محرم في ميسان؟ استعداداتنا الى محرم ان شاء الله احنا مستلمين التعليمات المراجعيه والجهات المحليه ان شاء الله احنا ما نقصرون والله ما تقصرون والنعم منكم سلمنا سلمنا على خدام الحسين في العماره الله يبارك فيك الله يبارك نسالكم الدعاء جميع ان شاء الله ما راح ننساكم الدعاء بارك الله فيك شكرا شكرا تصالح حياك الله اهلا وسهلا عندنا ثلاث دقائق راح اشرح في شيء بسيط لفائده المقام راح اقرا لك قصيده من مقام واحول الى مقام ثاني راح يكون عندك لحنين مثلا راح اقرا بمقام البيات فضلك كبير علي وابكي لك يومي من بال ما تروح يا الشابع جروح بابك أجي جي الطفيل دفين بإحساسك ومني اللي الحظوي البخت تحسبني من ناسك يا النايمي بحضنك طفيل تلولي لبن فاسك بحنية ما قاطي علي يا المنقطع راسك والله انت ما تتجازى يا الواقف بكل عازة يا مالك الروح يا الشابع جروح فضلك كبير علي هذا شنو مقام البيات أرد أقراها بمقام الحجاز راح يكون عندي لحلين ما دام عرفت المقامات راح أول ما أنطي مفتاح الحجاز فضلك كبير علي وابكي لك يومي من بالي ما تروح يا الشابع جروح فضلك كبير علي بابك اجي جي الطفيل دفين باحساسك ومني اللي الحظوي البخت تحسبني من ناسك يا النايم بحضنك طفل تلولي لبي احساسك بحنية ما قاطي علي يا المنقطع راسك والله انت ما تتجازى يا الواقف بكل عازة يا مالك الروح يا الشابع جروح هاي فائدة المقامات صار عندي لحنياً بنفس الكلام لحنياً بنفس الكلام أرجع وأقول تعلموا وحفظوا المقامات جزاكم الله خير الجزاء أنا وقت ما عندي إلهي بالحسين لا تحرمنا من زيارة الحسين ومجالس الحسين إلهي وفق جميع العاملين في قناة الإمام الحسين من كل من معد من مقدم من مصور من مخرج من كل جميعنا القناة اللي حقيقة تحب تخدم خدمة الحسين إلهي بالحسين رزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة لا تحرمنا من مجالس الحسين إلى أمواتنا أموات شيعة أمير المؤمنين رحم الله من يهدي لهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.